لما عرفتي ان هو قتل بنتك شفتيه حضرتك اتصرفتي معاه ازاي؟ لا انا ما شفتوش يوميها، لان هو عمل كده وساب الباب مفتوح عليها وراح الشغل ومشي لباباها. راح الشغل. اشتغل مع باباها عادي، وباباها بيكلمه بقول له يعني انا ناوي نبيع كل حاجه مصطفى وافتح لك محل تقف منه، ربنا يكرمك منه ويكرمني. قال له طيب ماشي وسكت. فلما بابا جه طبعا بكلمه بقول له، قال لي ده هو جاي كده مش عارفه ماله، تايه كده ليه بيتكلم، حتى بكلمه كده لقيته مش منتبه لكلامي كده. بس بعديها احنا طبعا لما عرفنا كده، لما اتصلت وجينا شفنا نوران بالمنظر ده. انا اول ما دخلت ايه اختها اللي هي ايه 16 19 سنه، هي اول ما سمعت طلعت تجري واحنا جرينا وراها، هي اللي طلعت شافت اختها كده، فبقيت عماله الجيران واقفه فعماله تشد في الملايه تقول لهم حد يفك معايا دي، حد واقفين اخد محدش حكم الراجل يتكلم. دوت ولا لسه حضرتك؟ هو حضرنا حوالي 4 جلسات، في الجلسة الخامسة اتحكم عليه بمؤبد. مؤبد. يعني قتلها ومثل بجريمته وعمل اللي عمله ده، وفي الاخر ان هو اتحكم عليه بمؤبد. مؤبد دكتور جمال اتفضل. المحكمة مش شايفة فيها السبق، سبق الإصرار والترصد. تمام، انا بس يعني عايزه اطلب من حضرتك طلب، وهو طلب انساني، ان حضرتك تتولى علاج البنوته رودينه، لانه اكيد هتكون محتاجه علاج. تسلم عينين حضرتك، تسلم عينين حضرتك. تشرفني في عيادة العباسية أو مدينة نصر تحت أمرك. تسلم عينين. أديها العنوان وكل حاجة. شكرا لحضرتك يا دكتور، والبقاء لله يا حاجة، وإن شاء الله ربنا يعني يجعلها إن شاء الله في الجنة، وربنا سبحانه وتعالى يعينك على المسؤولية الصعبة دي، وربنا أكيد هيعينك عليها. بس أنا بطلب إن هو يعني زي ما هو حكم عليها بالإعدام وحرمها من بناتها وحرم بناتها منها، إن هو يتعدم، لأن هي ما عملتش معاه حاجة. يعني كانت عايزة تحافظ على بيتها وتحافظ عليه، وفضلت واقفة جنبه. احنا ما نقدرش نعلق على احكام القضاء، ولكن يعني اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيقتص من يعني اللي غلط، وربنا سبحانه وتعالى يعينك على المسؤولية.